حياكم الله مشاهدينا الكرام متابعي قناة الأيام الفضائية وحلقة جديدة من برنامج الوسم. أنا كرار حباب فاصل قصير فقرة فيس تو فيس، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. أهلا ومرحبا بكم مجددا في فقرة فيس تو فيس، حيث الأخبار والمواضيع والأحداث والترندات المحلية والعربية والعالمية اللي دائما ما تكون موجودة في برنامجنا برنامج الوسم. أولى فقراتنا وأولى مواضيعنا في هذه الفقرة موضوع ترند تكلمنا عليه بشكل كبير جدا بالأيام اللي مضت، وكان حديث مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وحتى القنوات الفضائية، ألا وهو موضوع الاعتداء على حمل من العراقيين في لبنان. ظهر فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي قوات الأمن اللبنانية تسيء معاملة الطلبة العراقيين اللي عندهم شهادات وجايين يعادلون الشهادات، هم حملة للشهادات العليا فجايين يعادلون الشهادات. ظهروا بمظهر بائس جدا، وقوات الأمن اللبناني ما أعرف كانوا شرطة أو شي صحولهم، هم واحد لازم لبوري، واحد يتهدد عليهم، واحد يعيط عليهم وصياح وغلط ومن هاي الأمور. أنا قبل لا أدخل بموضوعنا أنا أريد أقول شغلة واحدة بس، يعني لبنان قبل حلقتين اعتقد طلعنا خبر هنا لنائب لبناني يقول لولا العراق لعاش لبنان في الظلام، لان مديناكم بالوقود ودائما نمدكم. هسه احنا مو بمجال انه والله ها نعير ونحكي ونقول وطينا، لا بس هو هذا العراقي هو هيجي من زمان، واجبه يساعد وينطي الدول اللي بصفه الناس اللي محتاجه. بس هل جزاء الاحسان يعني هو هذا جزاء الاحسان؟ يعني مثلا هو هذا انه انا اخليك ما تعيش في ظلام، امدك بالوقود، امدك بالكثير من الامور، حتى بفلوس مواد كل شيء، انت والله تطلع عنا. على العموم الموضوع شو يقول؟ يقول رئيس الوزراء اللبناني اتصل برئيس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني واعتذر منه بمكالمة هاتفية عما حصل للعراقيين في بيروت. أنا لحد الآن عندي كوجهة نظري، بعيدا عن كوجهة نظري يعني هاي اليوم أنا أريد أقول وجهة نظري، يعني مثلا بعيدا عن الناس، بعيدا عن الأمور الدبلوماسية السياسية، أنا كوجهة نظري ما أقبل الاعتذار، كأني كشخصي ككرار ما أقبل الاعتذار. وسمحوا لي أحكي وجهة نظري بالبرنامج، صار لي هواي أنا ما مسولف بوجهة نظر، دائما اطرح التساؤلات اللي انتم تسالوها، احكي تعليقاتكم، احكي تصريحات المسؤولين، الترندات، كل شيء اللي تصير. انا ككرار كشخص ما 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 اقبل هذا الاعتذار. ليش ما اقبل هذا الاعتذار؟ لانه احنا كل شيء موفرين الى لبنان، كل شيء موفرين من وقود من اموال، كل شيء، حتى الطلاب اللي رايحين ما رايحين ببلاش، دافعين فلوس والاف الدولارات. والعراقي في لبنان في بيروت بالتحديد يصرف ويدخل عملة صعبة إلكم ما يدخلها أي سائح. أكثر عدد سواح يرحون إلى الدول العراقيين إلى لبنان، يرحون يوميا زين، فيدخل لكم عملة صعبة صعبة أنتم تدخلوها ولا سياسيينكم. من صار هيك تصرف من بعض العناصر الأمنية، أنا ما أكتفي بمكالمة اعتذار، أنا أريدك تعاقبهم. ما يشتغلون هذا الشغل بعد أبدا. وبنفس الوقت أريدك تنزل بيان اعتذار، بيان اعتذار تنزل من قيادة الشرطة، لو شوف منو اللي عندك هناك، تنزل بيان اعتذار للعراقيين. ثالثا تستدعي كل اللي ظهروا بالفيديو واللي هم يردون يعادلون شهاداتهم، تسوي لهم شهاداتهم وانت الممنون وتعتذر منهم عما حصل. أنا هذا رأيي الشخصي، أكرر وأقول هذا رأيي الشخصي، بين البلدين أمور دبلوماسية وسياسية وكلام ما لي علاقة بي، بس أنا هذا رأيي الشخصي. أنا برأيي هذين النقاط اللي واجب توفرها وواجب العمل عليها. إحنا نساعدكم ننطيكم، أنتم بنفس الوقت ترجعوننا الإحسان بهيك أمور. أنا أطلب من دولة رئيس الوزراء اللي بعهده بالفترة اللي استلم بيها صارت اكو نهضة كبيرة في البلد، عمرانية،
مادية، كثير من الأمور صارت. قمنا من طلع مثلا خبر مقتل ما أعرف شنو، لا إلقاء القبض، محاسبة إلقاء القبض على فاسد، قمنا هيك نسوي في زمنه. فأنا أطلب منك إحنا عشمانين إنه تسوي هذا الموضوع، تخلي للعراقي كرامة في كل الدول، في كل دول العالم، مو فقط في لبنان وغيرها من الدول، كل دولة بالعالم. نريد من عندك الجواز العراقي، اللي يحمل الجواز العراقي ما حد يمسه ولا حد يباع عليه صفحة هيك بالمطار. انت عراقي، انت شنو عشيرتك، شنو لقبك؟ في بعض الدول ايضا، الدول الجارة اللي هم نطيهم نفط، احنا نبوب نفط، شنو لقبك، شنو عشيرتك، يقول لي سأله انت شنو، انت شلك علاقة ضابط الجوازات تسأله شنو عشيرتك؟ شو لو والله ذا شفته مثلا من هاي الطائفة تساعده، وذا من غير طائفة ما تساعده، انت منو اصلا؟ وانا اطلب من دولة رئيس الوزراء ان يكون للعراقي كرامة وما حد يوصل له في اي بلد. هاي اولا موضوع الجواز، لازم جوازه يكون، من يحمل هذا الجواز يكون ذو قيمة ذو شأن. ثانيا اي بلد، اي شخص، اي تعدي سافر لاي عراقي في اي بلد، ما اكتفي انا بس بالاعتذار، يجيني اعتذار من عندهم، لا والله اوصل حتى اقطع علاقاتي الدبلوماسيه بين البلدين. شو انا ايش مستفاد من لبنان مثلا؟ ايش مستفاد؟ شو انا فايدهم ما مستفاد، انا فايدهم ما مستفاد، انا فلوسي اطلعها واديها هناك، انا ايش مستفاد منهم؟ من واحد يحكي بهاي الصيغه اكيد يعني جواحر قد قلب، جوازايج مقهور. اليوم العراقي من يروح البلد ويصير بهذه الصورة يهين بي، ما ادري منو الشرطي ما يسوى له، ما نريد نحكي ونتلفظ كلام اكثر من هذا. ارجع واعيد مناشدتي الى دولة رئيس الوزراء استاذ محمد شياع السوداني، اريد من عندك هذا الموضوع، العراقي لازم يكون محترم غصبا ما عليهم في اي بلد بالعالم، في اي مدينة بالعالم. هو جواب، وهذا الدور ايضا على وزارة الخارجية، شوية شغل اريد من عندكم اكثر على موضوع الجواز العراقي. استحصال الفيزا صار مذلة للعراقيين، مذلة صارت، اكو دول تعطينا فيزا بسهولة واكو دول لا والله ما تعطينا فيزا. فهذا الموضوع اريده من عندكم، هاي مناشدة الان مباشر لكم، واكيد العراقيين من راح يسمعون الكلام من جاي يشوفوني هسه، اكيد هم مع هذا الشيء، لان انا جاي اطالب بابسط حق من حقوقهم اذا طلعوا خارج العراق. خلينا نشوف الموضوع تفاصيله، ولا انا طولت عليكم، بس قلت لكم اعذروني لاول مره راح اقول رايي الشخصي في البرنامج. يقول الخبر: رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي يعتذر لرئيس الوزراء العراقي عن حادثه اساءه معامله طلبه عراقيين في لبنان. أبو خالد يقول: لحم كتافهم من خير العراق، وذا لدي حسن نية عليه أن يعتذر للشعب العراقي وعلى شاشات التلفزيون، لأن الاعتداء حصل على نخبة مثقفة من حملة الشهادات العراقيين. بصمة وطن تقول: العراق عالي ولا يعلى عليه إلا خالقه. أما علي يقول: العراق مثل السمك ماكول مذموم، أول بلد عربي ساعد لبنان بكل أنواع المواد الغذائية والمنتجات النفطية، تاليها بس إهاين من لبنان. والله ما عاش اللي هنا العراقي. هو شوف يعني احنا نشي سوى رئيس وزراءهم اعتذر، رئيس وزراءهم اعتذر زين، بس احنا نطالب أكثر. احنا ما نريد العراقي تصير بعد وياه هيك أمور في أي بلد. بشرى تقول: ما اعتذر حبا بالعراق والشعب العراقي أو العلاقات مع العراق، بل حبا بميزانيات العراق التي تذهب لهم. افهموها، هي تقول هيك مواني. أبو عمر يقول: الاعتذار مرفوض ويجب وضع حد لجميع من يسيء للعراقيين، وعلى الدولة يجب أن تثبت هيبتها. هذا كان آخر تعليق خصوص هذا الموضوع الأول، اللي هو موضوع الاعتداء على حملة الشهادات في لبنان، اللي راحوا يعادلون شهاداتهم وما
مثل ما شفتوا بالبواري، واحد كان شلهم بوري شرطي، واحد يطلع يتهدد عليهم من التوافه اللي موجودين هناك. هذا كان موضوعنا الأول في فقرة فيس تو فيس. موضوعنا الثاني في هذه الفقرة، يعني ما أدري، أضحك، أسخر، أحزن، ما أعرف شو أسوي، يعني شوية يصير عندي إيرور بهيك مواضيع. يقول لك إحباط محاولة لتهريب 3.5، يعني 3.5 مليون حبة مخدرة من الممنوعات مخبات داخل صناديق التفاح. بالتفاح جاي يهربون حبوب في منفذ القائم الحدودي بالتفاح. يعني وين وصلت بيكم الجراءة؟ بالفاكهة تتعبون حبوب ومخدرات وتفوتوها للبلد. الله أكبر من هيك ناس. طبعا هسه احنا المفروض شو نسوي؟ احنا نشكر قوات الأمنية، حرس الحدود اللي موجودين هناك اللي أحبطوا هذه المحاولة. ترفع لهم القبعة، ما عليهم شيء، ما عليهم شائبة، بارك الله بكم. بس أنا أريد أسأل اللي الناس اللي تسوي هيك، ولك هسه أنت مسوي حرام ومعبر حبوب مخدرة وتعبرها بالأكل بالفاكهة بالتفاح اللي راح يأكل العراقي تفاح. الله أكبر، مشكلة هاي بالتفاح يعبرون حبوب. أنا أشوف الموضوع تفاصيله، ماذا كانت ردود أفعال المواطنين؟ إحباط محاولة لتهريب 3.5 مليون حبة من الممنوعات مخبات داخل صناديق التفاح في منفذ القائم الحدودي. يقول علي عيسى، يقول أقول البارحة التفاح معلق بالعلوة. اي والله صديق معلق بالعلوة تفاح ما شاء الله. احمد يقول احباط لو اذى. عايشين هاي احمد، استغفر الله ربي اتوب اليك. احمد هاي تحشيشه هاي احمد، اضحوكه نكته، شنو هاي احمد؟ بس اقرا لي، انا ما اقدر ابا عليها. بس احباط لو اذار، يعني قصدك شباط لو اذار، قصدك شهر. استغفر الله، احمد جاي تحشش، خاف ما كل من هذا التفاح. احمد خاف التفاح ما كل من. يعني 3 مليون حبة هاي اللي يشربها شي يصير بي؟ اللي كضيتوه شايلهن، كضيتوه اللي كضيتوه شايلهن. ولك يقول خلي يشربوهن كلهن، خلي نشوف شي يصير بي. خلي يشربهن كلهن، خلي نشوف شي يصير بي. يقول بما معنى انه اللي لزمتوه يريد يهربهن، خلي يشربهن كلهن. يعني يشربهن كلهن، يعني مثلا شنو؟ افتح حلقه وادير 3.5 مليون حبه. انت تعرف 3.5 مليون حبه ايش قد يعني؟ يعني ايش قد؟ يعني ايش قد هلقيتها؟ كم قوني؟ لا وايد. 3.5 مليون حبه، يعني هي صح الحبايه صغيره، بس يعني قد، يعني قد هاي الشاشه، يمكن قد الاستوديو. وايد وايد وايد، 3 دخل في حلقه. ابو يوسف يقول وصلت حدها اخوان، رحم الله والديكم، من يسالوكم ايش قد عدد سكان العراق؟ قولوا 1,039,999,999. لا تحسبونه وياكم. ايش تريد؟ ما حسبك ويا العراقيين؟ الله العظيم، هاي مشكلة، هاي مشكلة كبيرة، هاي مشكلة ما جاي يلقي لها حل. مو يا أخي، مرات أنا ما أسيطر على نفسي، أنسى أنا بالجولة، مرات ما أقدر زايد. ما الحسبك يا الأحمد، سوي تعليق حل.
والله تعليق حلو ما ايش كاتب خله عيده. يقول اخوان رحم الله والديكم من يسألوكم ايش قد عدد سكان العراق؟ قولوا 39 مليون بوينت. اول شيء العراق مو 40 مليون اكثر يعني، يعني ما شاء الله يوميا الولادات يوميا يوميا شوف كم الف ولادة تصير زين، فالعراق مو 39 مليون اكثر. أسامة يقول حسبي الله ونعم الوكيل، إلى متى يبقى هذا الوضع من سيء إلى أسوأ؟ وشنو اللي جسر هاي الناس تجيب هذا العدد من هاي السموم؟ وعلى منفذ رسمي وما خفية كان أعظم، أين الجثة؟ هذا عنوان مع الحلقة، ما خفية أعظم أين الجثة؟ ما الخاشقتي صدقي وين الجثة ما الخاشقتي. محمد حكيم يقول شيل أشوف جهالي ما ينامون للخمسة الفجر، طلع التفاح مضروب وشام ريحة من الغراض، عز الله خربان الشغلة، راح نحاول وياهم على الفراولة بلكت يقتنعون وياكلوها ولو ما يحبوها، يحبون التفاح أكثر. جهالك عمي. هذا كان آخر تعليق خصوص موضوعنا الثاني اليوم، موضوع التفاح اللي يدخلون به يهربون به حبوب، حبوب مخدرة لبعض الناس من منفذ القائم الحدودي. موضوعنا الثالث، موضوعنا الثالث وأخيرا وأخيرا العراق، هذا البلد منتخبنا الشبابي أهل إلى كأس العالم بعد فوزه على إيران في الدور ربع النهائي من بطولة آسيا تحت 20 عام المقامة حاليا في أوزبكستان. منتخبنا فاز وتأهل إلى نصف النهائي، وهذا التأهل إلى نصف النهائي أدى لوصوله إلى كأس العالم في إندونيسيا بعد شهرين من الآن. أول شيء احنا نبارك لشبابنا سودر اليوث الرافدين الأبطال اللي لعبوا مباراة قوية وعوضونا عن باقي المباريات اللي لعبوها بشكل ما نقول احنا سيء، بس يعني ما كانوا في مستواهم المعهود. لعبوا مباراة قوية، سجلوا هدف الفوز في وقت قاتل جدا، افراح كبيرة لمنتخب الشباب. شكرا للاتحاد العراقي لكرة القدم لانه وفر 48 مباراة ودية بواقع 12 معسكر تدريبي خلال سنتين أو سنتين ونص. هو هذا العمل، هو هذا العمل اللي احنا دائما نتكلم عنه، انه يجب ان نعطي فرصة لكل منتخب وكل فريق فترة زمنية من العمل. عماد محمد بقى مع هذا المنتخب فترة كبيرة جدا، شارك من خلالها في 12 معسكر، 12 معسكر تدريبي، خاض خلالها 48 مباراة، ناهيك عن البطولات، بطولة العرب، بطولة غرب آسيا، شارك بعدد كبير من المباريات الودية، ومعسكرنا في تركيا، عسكرنا في تونس، عسكرنا بالسعودية، عسكرنا ببغداد، عسكرنا بأربيل، كل شيء توفر لهذا المنتخب. بالنتيجة حصلنا منتخب فاز وتأهل إلى كأس العالم للشباب، وعلى هذا الإنجاز اللي سووه ونطالبهم بالمزيد. مباراتنا القادمة في نصف النهائي مع اليابان خطوة واحدة والتأهل وبلوغ النهائي. من نوصل للنهائي أنا متأكد الشباب العراقي راح يكونون بالفورمة وجاهزين، ما بقى إلا خصم واحد اللي هو اليابان اللي فاز قبل قليل على الأردن بهدفين مقابل لا شيء. نقدر نفوز عليه، لا صعبة ولا اليابان بعبع، نقدر نفوز ونتأهل. المهم إحنا رحنا لكأس العالم، هذا الشيء منتهين منه، والأهم إنه إحنا نصعد للنهائي. وخلي يكون ببالك هاي رسالة إلى لاعبين الأبطال، أنت إذا أخذت أحد المراكز الثلاثة الأولى راح يشد لك راتب رواد، طا
طول العمر يعني، حتى اذا بطلت طوت تعدك راتب زين، وغيرها من المغريات راح اللي راح نحكيها هسه حاليا بالتفاصيل، غير هاي المكافأة اللي تكافئتوا بيها تجيكم مكافآت اكثر بلوغ النهاية. هسه احنا نطلع صفحة كأس العالم تأهلنا، اليوم نريد من عندكم اكثر، نصعد الى نصف النهائي، عفوا الى النهائي، نصعد الى النهائي وان شاء الله انتم ابطال وقدها. خلينا نشوف الموضوع وتفاصيله وايضا كل الاخبار. طبعا هذه صورة من الافراح بعد المباراة، اللاعبين، الكادر التدريبي والاداري والاعلامي والطبي ايضا كذلك، ورئيس الاتحاد العراقي الكابتن عدنان درجال. هذه صورة بعد المباراة، ايضا صورة من الملعب، افراح العراقيين والعلم العراقي يرفرف في اوزبكستان. عماد محمد بعد المباراة في المؤتمر الصحفي، في مؤتمر صحفي ظهر بهاي الضحكة هو، وأيضا الحودي علي جاسم الملقب بحودي رجل المباراة وصاحب أغلى هدف في حياته كما هو قال، أهل لأهلنا إلى كأس العالم وبلغنا نصف النهائي. بعد المباراة في المؤتمر الصحفي ماذا قال عماد وعلي جاسم حودي؟ يقول عماد: تأهلنا إلى كأس العالم، تأهلنا إلى كأس العالم أقدمه هدية للعراق ولجميع من ساندنا. أما علي جاسم فقال: هدفي في مرمى إيران الأغلى في حياتي. يا علاوي أنا أقول لك شغلة، إن شاء الله ما راح يكون هذا الهدف الأغلى، إن شاء الله تسجل بعد أغلى من عنده وتسجل في كأس العالم، لأنه أنت لاعب ممتاز ولاعب راح تفيدنا بالمستقبل وإحنا كلش معولين عليك. رئيس اتحاد الكرة يبارك لليوث الرافدين تأهلهم إلى كأس العالم. يقول: نيابة عن أسرة الاتحاد، صعود ليوث الرافدين إلى نهاية كأس العالم للشباب وتقديم أداء رجولي أمام منافسهم الإيراني في الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا دون 20 عام. وأيضا شكر رئيس الاتحاد الكابتن عماد محمد المدرب والجهازين الإداري والفني لما بذلوه من جهود مضنية، وأيضا اللاعبين كلهم. أيضا عضو اتحاد الكرة محمد ناصر ايش قال؟ قال: قررنا تكريم المنتخب الشبابي بمبلغ 5000 دولار بعد الانتصار على إيران والتأهل إلى كأس العالم. 50 ورقة بالعافية عليكم شباب وتستاهلون. الوفد طبعا، الوفد كله مو فقط اللاعبين، الوفد كله 50 ورقة 5000 دولار بالعافية عليكم. وهنا ومري فرحتونا، فرحتوا الشعب والجماهير، فرحتوا عوائل وفرحتوا الكل، تأهلكم إلى كأس العالم مبروك، وهذا أقل ما يمكن أنه ينطوكم إياه. وإن شاء الله من تفوزون على اليابان تتضاعف، ومن تأخذون اللقب تتضاعف أكثر إن شاء الله، لأنه تستاهلون وأنتوا أبطال بكل ما تحمله الكلمة من معنى. التعليقات، يقول محمد: فلتخرس الألسن ويعلو العراق في سماء العالم. أما نيمات يوسفاني يقول: ألف مبروك فوز منتخبنا الشبابي الرائع وتأهله لنهائيات كأس العالم للشباب ولنصف نهائي كأس آسيا، إن شاء الله يتأهلون بعد للنهائي. علي فؤاد يقول: مبارك لنا وللوسط الرياضي وللعراق، الفوز الهام جداً والترشح إلى نهائيات كأس العالم. منتخبنا الشبابي انتفض على نفسه وقدم مباراة تكتيكية مثالية جدا وعاد إلى مستواه المعهود. نكرر التهاني للاعبين والكادر التدريبي والكادر الفني والإداري وكل من نبض قلبه للعراق. أيضا
هذا كان آخر تعليق. احنا بدورنا أيضا نشكر منتخبنا الشبابي واللاعبين الأبطال وكل الكوادر الإدارية والتدريبية والإعلامية والطبية اللي موجودة في أوزبكستان، وأيضا نشكر الاتحاد العراقي لكرة القدم على كل التسهيلات اللي قدمها لمنتخب الشباب. ألف مبروك لكم، وإن شاء الله نشوفكم بالنهائي وأيضا تأخذون اللقب. مشاهدي الكرام، وصلنا إلى ختام فقرة فيس تو فيس، فاصل قصير، وفقرة ترند تيوب. خليكم ويانا، حد يروح بعيد. أهلا بكم مجددا في فقرة ترند تيوب. لازلنا في كرة القدم. حكم في إحدى المباريات في الدوري النسوي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حكم في مباراة بالدوري النسوي الفريقين من النساء. شاهد ماذا حصل للحكم بعد انتهاء المباراة. خلينا نشوف الفيديو. يعني هسه انت شردت ده طب المنزع، جيت هنا هاي ما التحكيم شنو ابويا؟ هسه جابك ايش سوى جابك هنا بابا؟ بس بابا احنا ذا نصدق بنات يعني بابا انختل هو طب شوف هاي راح تجي تضرب شلاق. هاي راح تجي هسه، هاي رقم 11 هاي امنحت تلعب طوبه مدى الحياه. شوف راح تجي تضرب شلاق. هاي يابا زين احنا قلنا ديمقراطيه، كونغو الديمقراطيه، وين الديمقراطيه بالموضوع؟ خطيه والله. انا بويا هاي اول وحده هفتها براجدي. لاحظ عزيزي، خليك وياي يا استاذ علاء، خليك وياي. شوف انحصر هنا، اشتغلت عليه البوكسات من كل حدب وصوب. شوف هاي ام الابيض شلون ضرب هيك من جو بوكسات. بابا شوف راح تجي رقم 11 طب حمسته. عمي هذا الفيديو ما ينمل مني والله العظيم. امنع كرة القدم النسائية في الكونغو سنة كاملة مدى الحياة على اللي صار هنا. هاي شلون تضرب بوكسات بابا؟ هاي مدربة مدري شنو، مدري ادارية. هاي الدعش شنو عمي؟ ترى هي باعوا، هي مو تايكواندو، هي كرة قدم. وذا خسرتن، وذا دقلتن دق جزال ذاك الفريق. يلا تفضل، يعني تفضل خلينا نشوف التعليقات. ماذا كانت حول هذا الفيديو. تقول فيحاء هذني لاعبات، لحد اللاعبين شلون؟ اي والله صدق، اللاعبين اذن لاعبات، لحد اللاعبين شلون؟ ابو تماره يقول الله اكبر، ما حد هنا ماكو حاجوز ماكو هنا. انا عشان اسوي جاي اشوفكم الساعه، يعني مثلا جاي اشوفكم الساعه هيك، حاجوز ماكو هنا. اشوف الساعه، لاحظ الساعه، حاجوز ماكو، طبعا ماكو حاجوز. عبد الله يقول يجب اصدار امرا بحرمان افريقيا من ممارسه اي رياضه. افريقيا هي دوله ودوري النسوي بس، مو افريقيا كلها. ساديو ماني مين يطلع لنا بعد؟ محمد يقول وين حقوق الرجل؟ صديق وين حقوق الرجل؟ اما املي بالله تقول لا، وش ماله اسمها الكونغو الديمقراطيه، وين الديمقراطيه بالموضوع؟ صديق وين الديمقراطيه بالموضوع؟ ديمقراطيه وين؟ ديمقراطيه تلطم وتبكي بالزاويه الديمقراطيه. هذا كان اخر تعليق بخصوص الفيديو الاول اللي انتشر عندنا في فقرة الترند تيوب. الفيديو اللي بعده، بعد مرور شهر او اكثر على الزلزال اللي صار في تركيا، في سبحان الله، بعد مرور شهر او اكثر، الدفاع المدني في تركيا انقذ جلكم الله حيوان مع
الأطفال اللي انولدوا أثناء الزلزال كلبة مع أطفالها بعد مرور شهر، شلون تحملوا العطش الجوع؟ سبحانك ربي. خلينا نشوف الفيديو، شوف التفاصيل. يا سبحان الله، بعد مرور شهر من تحت الأنقاض بدون أكل بدون شرب، لحد الآن عايشات، يعني لحد الآن عايشات. يعني هي أجلكم الله كلبة مع الرضع أطفالها، يعني ما أعرف القدرة على التحمل من جابته. سبحانك ربي، يعني قدرة لهذه الأيام، أيام شهر كامل تحت الأنقاض. زين عوفوا الصغار، صغارها شلون تحملن وبقن كل هاي المدة. سبحانك ربي. خلينا نشوف التعليقات ماذا كانت حول هذا الموضوع. زهرة الخريف تقول: سبحان الله، هذه آيات دالات على عظمة الخالق وقدرته سبحانه. من أطعم الأم لتطعم صغارها، لتطعم صغارها، لا إله إلا الله. عبد الغفار يقول: سبحانك ربي، إنك على كل شيء قدير. رائد يقول: سبحان الله، هاي 28 يوم مش كانت تاكل وتشرب، عندها نقص حاد بالغذاء يجوز هسه تبيش فوالتيها، عندها نقص صار لها شهر عايشه، اذا راح تموتيها عندها نقص بالاسى يطغى لا تبقى عايشه، فاولتيها قبل. علي عمران يقول: ويلي دوبرمان ما تبيع، يقول لك شي بيعوهن، انت عينك عليهم انت، تشوف عظمه الخالق شلون بقين عايشات شهر بدون اكل وشرب وطعام، وانت هسه دوبرمان بيش يبيع الكيان؟ بيش يبيع الكيان؟ شو تريد انت؟ هذا كان الفيديو الثاني في فقرة ترندتيوب اللي هو في تركيا. الفيديو الثالث من أمريكا. شو يقول الفيديو؟ يعني أنا شو أقول؟ هذا متهم بجريمة قتل، طببوا للمحكمة يردوني يحاسبوا يلقون علي يعني الحكم. شوف السوى، مجرد ما فتح الكلب شات من عنده شوف السوى. الأقوى منها شنو؟ الأقوى منها هو كان جاي ينحكم فقط على قضية القتل. الأقوى منها لزمه وحكمه فوق قضية القتل قضية الهروب. يعني وهرب وهرب راح يعني ولزموه بعدين. زين هسه انت كنت جاي محكوم بس على القتل، يجوز يتخلوك 15-20، لان هناك ما يعدمون 15-20 سنه 10 سنوات. هسه حكموك حكم اضافي للهرب، الهرب عندهم هناك حكمه ما ادري سنتين ما ادري ثلاثه الهروب. زين هسه انت ولك لو باقي شردت وما بيك حظ، لا انت اللي شردت وبعد ما رجعت. زين ولا انت البقيت كان حكمك بقضيه واحده، ولك ايش بيك؟ من الدلاك؟ انا شوف التعليقات ماذا كانت حول هذا الفيديو. سبع عافيه عليك، خذ لك سنتين زياده بالسجن تقول له او يقول له وسام. تعليق يقول: اركض يا اخوي اركض. وين يركض؟ اللزم اللزم، انت ما تدري بي. ارتاحت هسه؟ ارتاحت هسه؟ اي والله هو هسه ارتاح، اخذ له سنتين زياده من ثلاثه. سلام يقول: هيك احسن لك، هيك احسن لك. حل شلون كاتبت لك الحل باوع؟ حل كاتبت لك حل، ححل هم مو حل، ححل من كل قلبها الحل، هيك كاتبت لك اياها. هذا كان فيديو الهروب من قاعة المحكمة. الفيديو اللي بعده فيديو مؤسف من البرازيل، بس مؤسف جدا. يعني سائق حافلة مع الطلاب وقطار، قطار سكة مع القطار وقطار،
يعني اول شيء حادثه اليمه ادت الى وفاه 2 طلاب واصابه 6. بس يعني شوفوا الفيديو، شوفوا المنظر وانتم حكموا. يعني انا اجي وياك ماكو حاجز، حلو، ماكو حاجز ولاكو تنبيه، بس يعني انت ما تباوع تقوله. يعني انت اول ما وصلت القطار غربك، يعني اكيد كان بصفك، اكيد كان بصفك. شوف هاي الطلاب اللي خطيه وقعوا طفروا من الجامع، يمكن اللي طفر عاش، يمكن احسن له اللي طفر، يمكن الله نقذ اللي طفر من الجامع. شوف 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 مباشره اول ما ضرب، ادري يعني ما تباوع يمينك يسارك وسكه مال القطار موجوده، لكن انتو شنو؟ زين؟ يعني فد شيء، فد منظر غريب، يعني مع الاسف فد منظر غريب عجيب. ما اعرف ذول خطيه الطشره، يمكن الله نقدم ذول الطشره. نشوف التعليقات ماذا كانت. نهادي يقول دائما اكو هناك اشاره مرور او حاجز عند وصول القطار تمنع الحافلات من المرور، لكن هذا الخطأ في البرازيل استخدام الطرق السيارات مجاور طرق القطارات، مع العلم توجد الكثير من المساحات الفارغة. أما أسامة يقول اللي انشمروا من الباص انكتب لهم عمر جديد. فعلا زمن مجيد تقول عجيب ما عندهم إشارة ولا شيء يسد من يوصل القطار، بالسويد اكو اشاره وصوت مثل المنبه وشي يسد الطريق. هسه عمي ماكو اشاره، اوكي، يعني انت قطار ماشي وانت ما شفته، يعني مثلا لو تريد تعبر قبله. زين زين انت اعتبر ماكو قطار، سياره من تعبر ما تباع يمنى يسرى قبل. ليث يقول يعني سايق الباص لا سمع القطار لا شاف ايش بي. اما ياسين يقول لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هذا الفيديو من البرازيل، اللي هو يعني من البرازيل القطار اللي حافل مع المدرسة اللي يدعمها. خلينا نشوف الفيديو اللي بعده، اللي هو أغرب من الغريب، اللي هو شلون صار هيك ما أدري. يعني خلينا نشوف الفيديو، خلينا نشوفه. مراهقين 2 اعمارهم 14-15 باقوا سياره وشردوا بيها، وقعوا من الجسر للقاع، شوف انقلبت بيهم السياره، ما صار بيهم شيء. شوف ايش راح يصير هسه، راح يطلعون يكملون ركض، يكملون هروب. شنو هاي؟ شنو حديد من مصنوعين من حديد؟ يعني مثلا راحوا شردوا شنو هاي؟ من شنو؟ عظم هو عظم لو 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 بليت، عظم لو شنو؟ لو فولاذ. انقلبتوا من فوق الجسر للقاع، ما صار بكم شيء. هاك باع باع باع. وراحوا طلعوا راح يركضون ويرحون، هاي في احدى الولايات الامريكيه. هاي راحوا يركضون. هاي كل شيء ماكو، كانما شيء لم يكن. راحوا طب وهربوا ما شاء الله. هاي شنو؟ فتحوا الباب وشردوا. الله ما بس قل لي شنو يعني؟ شنو انتم ايش لابسين؟ بدله ضد الكسر؟ ايش لابسين؟ بس يمكن خلف الله عليه ارباكات. وهاي السياره هي شنو؟ بالله السياره، خلينا نشوف السياره. يا ابو هاي سبورتج. يا بي. هاي جاية للعراق، انتظروها. خلينا نشوف التعليقات. هاي جاية للعراق سبورتج. اي والله سبورتج، كي سبورتج. هاي جاية للعراق وراح يقول لك شو اسمه، شبر بها بالدعامية. جايتك للعراق سهله. اشوف يا سعيد حضر راح يشتريها، لان الفيديو حديث والسياره موديل السنه. فهاي جايتك للعراق، جايتك انا متاكد. واقعه من فوق الجسر، قل لي حادثه شنو؟ يقول لك واقعه من فوق الجسر. ميمة تقول أنا أوقع من الدرج أظل يومين بالفراش، وذولا خارطين من الجسر ونزلوا يركضون. صديقي خارطين واقعين. محمد يقول هسه السبورتج تنباع هنا ب 190 ورقة، ويحلف صاحبها طخ صغيرة
وتكحيل بالشامل لغ. ولو مو شراي لا تتصل علي. عزتي يقول سرقت السيارات عندهم كأنما سارقين جيجارة. عفت سيارتي دقيقتين مشتغلة، نزلت أجيب محفظتي نسيتها ببقتها، طلعت لقيت سيارتي ماكو. شدت والله، انت والله فاهي، انت فاهي، انت والله انت فاهي، انت انت عارف السيارة مشتغلة والله. تقول شنو رحت رحت لها يعني، ايش تريد تبقى نفسها؟ مشاهدينا الكرام، وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الوسام، حتى التقيكم في الحلقه القادمه، قلت لكم في مال